السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم وصفه ديال سكنجبير مرقد او جنجومبر ماريني غاري. المقادير سهله وبسيطه. غادي نحتاجو جدر ديال سكنجبير طري، 150 غرام ديال الفينيغ ديال الرز او خل الارز، معلقه كبيره ديال السنيده وقبصه ملح. اول حاجه كناخذوا الجذوره ديال السكنجبير، فتنبقى نسهلوا على راسنا، يعني تنبقى نقرضوهم، تنحيدوا داك الراس الفوقاني اللي غليظ. فكاين بزاف ديال الطرق باش نقشروهم. اول حاجه هي الملعقه الصغيره، يعني ساهل كنجروها بحال كنجرو خيزو، يعني ما كنضيعوش بزاف وكيتقشر مزيان. هذه الطريقه الاولى ديال الملعقه الصغيره. كذلك بالسكين حتى هو، وكذلك المنجرة هذه حتى هي كتسهل علينا. فاللي موجود واللي سهل لكم. فكناخذو سكنجبير بعد ما قشرناه، تنقطعوه قطع رقيقه جدا، اما بالسكين او لا بهذه الاله. يعني نحاول ما امكن انه يكون قطع يعني رقيقه جدا، علاش؟ باش كتسهل في عمليه ديال الترقاد. السكنجبير ديالنا يعني بعد ما قطعناه يعني قطع رقيقه، فكناخذوا كاسرونه ديال الماء تكون طبيعه الحال المغليان، فكنضيفوه كنخليوه يغلى واحد جوج دقائق فقط، يعني غير بيد ما ينقص من الجهد ديالو ويبيض ونزولوه. بعد ما غلينا سكنجبير فكنصفيوه من الماء ديالو، في كاسرونه اخرى كنضيفو الخل ديال الرز 150 ملل اللي قلنا، معلقه ديال سنيده، قبصه ملح. كنخليو هذا الماء ديال الرز مع سنيده والملحه حتى يبيض ويغلى واحد شي شويه. بعد ما غلينا شي شويه داك الخل، فمباشره كنضيفو السكنجبير اللي كنا سلقنا وكنخليوه يترقد ليله كامله. بالنسبه للسكنجبير ديالنا يعني بعد ما ترقد ليله كامله يعني اصبح يعني شفاف، فكنقدروا نحتفظوا به يعني في زجاجات يعني في الثلاجه حتى لمده ديال شهر، وفهو كيسهل عمليه ديال الهضم، وكذلك كيقوي المناعه، والفوائد ديالو يعني كثيره ومنوعه. وبالصحه والراحه.